اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. الداعي بلا عمل كأنه الإنسان يطلب من الله تعالى ولدا ولم يتزوج، هذا مثل الرامي بلا وتر. الوتر ما يشد في أطراف القوس فإن سهمه لا يصيب الهدف. الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر.